رقم 2 بس بمعايير، يعني ما ينفعش مستشفى لا يتحقق هذه المعايير هتخش في النظام، مش هيتم التعاقد، الهيئة كلها مش هتتعاقد معاه. طب مين اللي هيحط المعايير ويتحقق من توافر المعايير ويدي الترخيص او يسحب الترخيص او يوقع عقوبات نتيجه لعدم انشأ الهيئه رقم 3 هيئه الاشراف والرقابه. الهيئه دي برضه مستقله، لا بتمول ولا بتقدم خدمه، شغلتها التحقق من توافر وجود المعايير وتوافرها، وما فيش حد هيشتغل في النظام ده الا لما يستوفي المعايير وضعها الهيئه الثالثه المستقله، هيئه مستقله لها لا بتمول ولا لها مصالح ولا هي بتقدم خدمات، هي شغلتها الشاغل المعايير والتحقق منها ومنح التراخيص ومنح والعقوبات على من لا يستوفي هذه المعايير ووقف الترخيص لو لقت ان المعايير مش مستوفيه. فالنظام شغال بالثلاث هيئات دولت. احنا كانت كوزاره الماليه بتعاون وزاره الصحه الناحيه الفنيه شغاله عليها عشان تتحقق من انه لما نبتدي النظام كل النواحي الفنيه من وصول معلومات وبنيه تحتيه وما الى ذلك، احنا كان دورنا كوزاره الماليه هو الناحيه الماليه وان نتاكد ان النظام ده لما هنفتحه زي ما قال مع الوزير بنتقل من مستوى متوسط تكلفه الفرد في النظام الحالي 112 او يعني في الرينج اللي قاله مع الوزير الى نظام بيبدا بسم الله الرحمن الرحيم لو فتح في 2018 على 1300 متوسط،